بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بيكم إخواتي، وحشتوني كتير. أتمنى يا رب أفكار النهاردة تعجبكم. هنسمي بسم الله ونبدأ فكرتنا الأولى اللي استخدمت فيها علبة الجواهر دي أو علبة البونبوني دي. بدأت كده أن أنا أشيل من عليها الستيكر، وجبت كده الغطا ده كان بتاع إزازة بيرفيوم، وبدأت كده أن أنا أثبته بالأمير من فوق بالشكل ده. بعد ما هلزقه هجيب كده عندي السبراي الأسود وهرش الجزء ده من فوق بالشكل ده. وجبت هنا عندي الصور دي، أنا كنت طبعها معاكم، اللي ما شافش الفيديو هبقى إن شاء الله سيب لكم الفيديو في أول تعليق مثبت عشان تكملوا كده الطقم كله مع بعض. وأنا عاملة يعني يعتبر 2 فيديو، ده الفيديو التالت عشان نكمل كده الديكور مع بعض. وبدأت كده إن أنا أخد الصورة دي بعد ما كنت طبعاها، وهسيب لكم كل الصور اللي أنا مستخدمها أثناء الفيديو في نهاية الفيديو علشان لو حابة إن أنت تعملي لها سكرين شوت وتطبعيها، فأنا هسيبها لك إن شاء الله في نهاية الفيديو. أنا قصيت كده الشكل ده وبدأت كده إن أنا ألزقه على الواجهة بتاعة العلبة باستخدام الغراء. أنا هنا ما خففتوش أو كنت مخففاه بنسبة بسيطة جدا، وبدأت كده إن أنا أدي طبقة كمان من فوق. بعد ما بخلص طبقة اللزق بدي طبقة من فوق كده بالورنيش المائي علشان تديها لمعة وكمان تكون طبقة حماية ليها. العلبة هنا عندي انا استخدمها كبونبونيرة، ممكن كمان تستخدميها في المطبخ كمنظم، وعندك العلبة ممكن تستخدميها منظم متعدد الاستخدامات، فانتي واستخدامك وحسب احتياجاتك. ده شكل فكرتنا بعد ما حطيت فيها البونبوني بالطريقة دي، بقى شكلها جميل جدا وشكلها شيك جدا على الطبيعة. اتمنى الفكرة تعجبك، ولو عجبتك افكار النهاردة ما تنسيش تحط لايك، ولو انتي مش مشتركة في القناة يسعدني ويشرفني ان انتي تشتركي بالقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من المخصصة علشان يجيلك إشعارات بكل الفيديوهات اللي بقدمها. يلا بينا بقى على الفكرة التانية اللي استخدمت فيها البرطمان ده، كان شكله عجبني وحجمه كمان كبير، فحلو كده ان انا استخدمه واحط فيه المكرونة الشعرية. طبعا بتبقى محتاجة معايا برطمان حجمه كبير، وتقدري تحطي فيه البقول وتخزنيها فيه وتعملي كده كام برطمان بنفس الشكل وبنفس الصورة كده تستخدميهم ويكونوا طقم مع بعض، شكله شيك جدا في المطبخ. بدأت كده ان انا ألزق عليه الصورة دي، وزي ما اتفقت كده معاكم كل الصور اللي انا هستخدمها النهاردة في الفيديو هسيبها لكم في النهاية. بدأت كده استخدم معايا الغراء المخفف بالمية، وبفرغ كده الهواء، وما باجي ألزق بلزق من النص للطرف، يعني ببدأ من النص الاول وبطلع كده على الاطراف. اي زيادة بتكون عندي على البرطمان من برة بتقدري كده ان انت تمسحيها بمنديل او بالعود بتاع تنظيف الاذن، برضو بيكون سهل معاكي انت تنظفي الشغل كده او زيادة الشغل اللي بتطلع معاك اذا كان غراء او ورنيش مائي. هنا انا كنت اديتها طبقة من الورنيش المائي كده وسبتها تنشف، وبدأت ان انا احط فيها المكرونة بالشكل الجميل ده، كان شكله رائع جدا. يا رب الفكرة دي تكون سهلة وتقدروا ان تنفذوها بكل سهولة وتكون بسيطة. الفكرة بقى التالتة، العلبة دي كانت عندي وحبيت كده ان انا استغلها، شكلها كان جميل ولونها كمان الاسود، قلت بما انا استغلها بقى في الفكرة الجميلة دي، فانا هديك الفكرة دي وانت بقى استخدميها حسب احتياجاتك. يعني انا هستخدمها عندي في المطبخ، انت ممكن تستخدميها وتعمليها منظم مثلا للاكسسوارات عندك على التسريحة هيكون شكله جميل، او منظم للفرش بتاعة الميك اب وبعض ادوات كده الميك اب، هتكون برضو فكرة حلوة ان انت تجمعيهم مع بعض وما يكونش شكلهم باين كده على التسريحة ومدي منظر مزعج. فاحنا هنشوف بقى النهاردة فكرتنا هنستعملها ازاي وهنستخدمها في التنظيم ازاي. هنا انا جبت الصورة دي وطبعتها ورعيت المقاس بتاعها علشان يكون مناسب للكفر بتاع العلبة اللي عندي، وبعد ما بلزقه بالطريقة دي واتأكد ان هو نشف كويس باجي كده باسفنجة صغيرة ومشيت بيها كده على الصورة اللي عندي بعد ما استخدمت الورنيش المائي ووريتكم شكل العلبة اللي انا بستخدمها. بصوا هنا معايا انا طلعت الجزء اللي في الداخل ده، وبعدين جبت هنا ده كان ايد شنطة اللي هي الشنط بتاعة التسوق. انا هنا حاولت ان انا اوريكم الفكرة هتكون ازاي، وبدأت كده ان انا ألزق الشريط عليها من الداخل ومن تحت كده بدأت أثبته بمسدس الشمع، وبعدين هطلعه من الطرف. الجزء اللي أنا هبينه ده هو اللي أنا هسحب منه الدرج اللي عندي، بحيث أن أنا ما كل شوية ما أجي أفتح ما أشدش معايا الكرتونة فتتبهدل وتتقطع. ده الجزء كده اللي أنا ثبته معاكم، وطبعا تقدري تستخدمي أي شريط ستان أو أي شريط خيش مثلا معاكي، بس طبعا هنا يعني الشريط ده علشان رفيع فساعدني، فهنا بطريقة بسيطة
جدا، حطيت كده جواها الاكياس بتاعت الشاي والمشروبات السخنه، وحطيتها كده يكون حطاه يعني بطريقه بسيطه وشكله جميل ومش اخد مكان كبير عندي في المطبخ. وبجد والله الفكره شيك جدا على الطبيعه، فبتقدري بقى ان انت تستغلي اي علبه كرتون عندك وتعمليها بنفس الشكل وتستخدميها منظم لكذا حاجه عندك. نيجي بقى للفكرة الرابعة. الفكرة الرابعة هنا انا جبت برطمان الصلصة باللون الاحمر ده، حاولت ان انا اغطيه تماما، وبدأت كده ان انا استخدم عندي البلاستيك الابيض. تقدري ان انت تستخدمي برضو الرش السبراي او الدهان الاكريليك، بس طبعا ارخص حاجة واوفر حاجة تقدري تستخدميها وهتقضي الغرض البلاستيك الابيض، وممكن كمان تدي في النهاية طبقة من الورنيش المائي او تخلطي معاها الورنيش المائي. هنا انا دهنته مرتين علشان اتاكد ان انا غطيت اللون تماما، وجبت عندي هنا الشرايط اللي انا قصيتها من الورقه اللي كنا طابعينها على شكل الكارو، وبدات ان انا اقص الشرايط دي بحيث ان انا الفها على البرطمان او العلبه اللي عندي من تحت كده داير ما يدور. استخدمت هنا معايا الغراء، ممكن كمان تستخدمي الورنيش المائي لو انت مش متوفر عندك الغراء، فهتستخدمي ان انت تثبتي بيه الورقه اللي عندك، وكمان هتدي كمان طبقه من فوق بنفس الورنيش من فوق علشان طبعا يديها حمايه، لان الحاجات دي احنا ممكن هنستخدمها ممكن تتبل، ممكن نبقى نحتاج ان احنا ننضفها، فده بيديها حمايه ان اللون ما يغيرش معايا بتاع الطباعه لو هي طباعه عاديه مش ليزر، وكمان هتساعدني ان احافظ على الملمس بتاع الورق ان هو ما يتقطعش معايا ولا يدوب، وسهل ان انا انضفها، وبتدي طبقه لمعه بسيطه كده. خدي بالك من التركه دي، انا كنت هنا بجمع الشكل مع بعضه علشان ما يدينيش كده يعني غلطه، واللي يشوفها يشوف المنظر كله متكامل مع بعضه ما ياخدش باله ان انا عامله وصلات في الرسمه. لو انت وصلت لغاية هنا في فيديو النهاردة، اتمنى ان انت تشتركي بالقناة لو لسه ما اشتركتيش، وهنتظر ارائك في التعليقات. ولو عايزة تشوفي الطقم كامل هسيبلك اللينكات بتاعت الاتنين فيديوز اللي بيكملوا الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله هبقى اعمل لكم جولة كده في المطبخ بعد ما رصيت كده كل الحاجات اللي احنا عملناها في الثلاث فيديوهات بتاعتنا، وكملت كله الديكور كده مع بعضه بنفس الشكل. فانتظروا كده افكار كمان جميلة تعجبكم علشان يكون الديكور كامل متكامل ان شاء الله باذن الله ويعجبكم بامر الله. فياريت كده في نهاية الفيديو ان انتوا تضغطوا لايك، وكمان تقولوا لي رأيكم في افكار النهاردة، واللي عندها اي استفسار تكتب لي، وانصحكم ان انتوا تدخلوا لو عايزين تجددوا في المطبخ ادخلوا قائمة تشغيل افكار لتجديد المطبخ، هتلاقوا افكار جميلة جدا جدا موجودة عندي على القناة. اتمنى ان هي تفيدكم ان شاء الله، وكمان تقدروا ان انتوا تعملوا حاجات جميلة جدا لمطبخكم وتجددوا بدون تكلفة من حاجات عندنا في البيت بنعمل ليها اعادة تدوير. يلا بينا بقى نرجع للفكرة بتاعتنا. ده كان شكل وردة كنا برضو استخدمتها معاكم قبل كده، وعملنا نفس الوردة دي على ازازة الخل لو تفتكروا، وبدأت كده ان انا افرغها، وحبيت ان انا الزقها على العلبة، ما حبيتش يكون فيها شغل كتير، يدوب شكل الفرع بتاع الورد ده بالظبط كده انا هثبته من فوق على الشريط اللي احنا عاملينه كارو. الفكرة بسيطة جدا، تقدري تستخدمي بقى الفكرة دي وتكرريها كطقم توابل كامل، ممكن تعمليه للشاي وللسكر والبن، ممكن تستخدميه لحفظ البقول هيكون برضو طقم جميل معاكي، ممكن تستخدميها كبوت للزرع لو انت مش هتغطيها، ممكن تستخدميها كمنظم للأدوات اللي هي طقم الرفايع مثلا، او المعالق الخشب بتفصليها مع بعضها، او طبعا تستخدميه زي ما انا عملت النهاردة وحطيت فيه كده اليانسون النجمة، دايما بحبه يكون بعيد عن اي حاجة علشان ريحته ما تلقطش مع اي حاجة تانية، فبحطه كده لوحده. وحبيت كمان ان انا ازين الغطا بالطريقة دي بوردة، برضو هبقى اسيب لكم زي ما قلت لكم الصور دي في نهاية الفيديو، واديتها طبقة كده من الغرة وطبقة من الورنيش المائي، وده كان شكل فكرتنا، كان جميل جدا. اتمنى الفكرة تعجبكم يا رب، والفيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم، ولمزيد من الافكار زي ما اتفقنا زوروا صفحتي وادخلوا على قائمة تشغيل افكار للمطبخ، هتلاقوا افكار كتير ان شاء الله تفيدكم.
وهتلاقوا كمان افكار مناسبه ان انت ليكي ان انت تعملي مثلا مشروع صغير من البيت، هتستفادي جدا من الافكار بتاعتنا. وده شكل الطقم مع بعضه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وانتظر ارائكم في التعليقات. ويا ريت يا ريت يا ريت يعني ما تنسوش ان انتوا تحطوا اللايك، وما تنسوش اخواتنا في فلسطين والسودان من صالح دعائكم بالنصر القريب ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.